السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلو كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تقول صاحبة الحكاية: معكم منى، أنا امرأة مطلقة بدون أطفال وعايشة في دار بابا والحمد لله. عندي خويا واحد ووحيد، وعندي 4 خياتي بنات، زوج متزوجات وزوج عازبات. قصتي تبدأ من نهار كنت في عائلة فقيرة جدا جدا. باب مسكين كان يخدم ماسو، كان خطر على خطر يجيب لنا الخير والخمير، ومرات صدقوني والله غير نقعدو بشر. حتستغربوا تقولوا لي كيفاش ماسو تبقاو للشر، نقولكم ايه، الماسو تاع بكري ماشي كيما تاع دركا. تاع زمان كانوا رجال شاطرين يخدموا لارواحهم، يعني قليل وين يعيطوا الماسو يخدم لهم، اما دركا راه الله يبارك يضرب ويقلب كيما قال لي بابا. الحمد لله كنا عايشين على قد الحال، وكما قلت لكم في بعض الاحيان نقعدوا للشر. كان عندنا عمي واحد هو بخير وخميرو، كان يخدم في واحد الشركه نتاع سونال كاز. شحال من مره بابا يقول له دخلني شوف لي معرفه، يقول له ما كاش بلايص. المهم الرجال يحكم مع بعضهم، لكن البروبلم الوحيد هو مع مرت عمي، كانت تغير من يما بحكم كانت شابة عليها وعندها واحد لاطاي تهبل. اماني وجدي كانوا ساكنين معانا زمان، على بالكم يمدحوا غير يما ويشكروها خاصة قدام الفاميليا. المهم طلعين لها علامها على هذا الغيرة، تربت في مرت عمي. يما مسكينة كي تزوجت قعدت عام ونص باش رفدت بأول بيبي اللي هو خويا الكبير. على بالكم مرت عمي هذه ولات تعايرها يا العاقرة، سمحوا لي على هذا اللفظ، لا غالب هذه الكلمة اللي كانت تعايرها بها. يما كانت صابرة ومام قدام جدة تقول لها هاي ليك رجعي لها الكلام، لكن يما كانت مرأة تحشم. يما ولات تتحزم كيما نقولوا ترد لها الهضرة، وأي حاجة تقولها لها تردها لها بعشرة. جابت يما الحمد لله أول ولد لها اللي سماته آمين، هو كان نعم الأخ. على بالكم يحبنا احنا البنات بزاف، بالمناسبة كان هو الوحيد في العائلة اللي راجل، احنا متكونين من 5 بنات وطفل واحد. يما بعد أخي هذا ولات تجيب واحد مرخوه، ولات ترفد على 40، تخيلوا مكرا في مرت عمي هذه، وهي غير تشوفها هزت تروح تانيك الأخرى تهز. على هذا احنا البنات جينا متقاربين مع بنات عمي، والحمد لله يعني كل شيء كان فايت مليح. يصراو هذوك النقاشات والمشاكل ما بين النساء بصحة هكاك، وحنا كبرنا انا قريت ولحقت لسن معين. كان عندنا عرس تاع دار عمي، ماشي هذو اللي ساكنين معانا، واحد اخرين. انا يا قلت لي مولا غير نحضر، هي قالت لي ما نحضروش باسكو هذوك دار عمك ما نحكوش معاهم، ما راناش مداصرينهم بزاف. قلت لها مي بصح عرضونا، قالت لي ومن بعد كي عرضونا يروح بابا كيتعشى وسي بون. قلت لها لا لا ولا غير نروح، راني حابه يا يما راني شاهيه نروح نشطح نبرد خاطري. المهم بعد اصرار كبير كبير مني قررت انها تخليني نروح مع بابا. كما قلت لكم كنت في العشرينات من عمري ومازال ما عندي حتى واحد خطبني حتى لهذاك الوقت. حضرت العرس نتاع بنت عمي، المهم سلمت عليها وهي قالت لي عندك شحال ما جيتيش لينا. قلت لها لا غالب الظروف، اون بليس انا راني نقرا. ولينا نقصروا مع بعضنا لحق 8 نتاع الليل، بابا قال لي يلا نروحوا، بعت لي مع واحد الطفل صغير. المهم خرجت ليه وكنت لابسه عبايه كحله وخمار كحل، وانا كنت بيضه قراف وعندي عينية معسلين. المهم وانا خرجت لقيت مع واحد الشاب ما كنتش نعرفه. بعد بابا قال لي طلعي يا بنتي ها طلعي، قعد غير يعيط عليا، قال لي كيفاش عندي ساعه وانا نستنى فيك مازال ما جيتيش. قلت له لا غالب بابا كنت لاتيا. قال لي واش لاتيا مع الشطح والرديح، دار لي حاله في هذيك الليله. ايه في هذاك النهار بالذات كانت الطوموبيل نتاع بابا الكروات نتاعو خاسرين وما يطلعوش، بالمناسبه كانت عنده اركات. وهذاك الشاب اللي قلت لكم كي خرجت تلاقيت به كان مور طوموبيل وكان يسمع في كامل الحديث اللي كان ما بيني وبين بابا. المهم هو قلع الطوموبيل كل دقيقه تحبس اون بان وحنا ينطبعوا فيها، ايه نطبع مع بابا عادي ما عنديش بروبلم. المهم الحمد لله فات هذاك النهار على خير. رحت يما وحكيت لها كلش، راكم تعرفوا احنا نساء نحبوا نقصروا مع بعضنا. اختي وحده قالت لي علاش ما ديتينيش معاك، دارت لي حاله، وهي كيما قلت لكم يما بالسيف ولا خلاتني انا. بعد هاد المعاناه اللي فاتت كامل، الشاب هذاك جال عند بابا وقال له بلي انا راني ناوي نخطب البنت اللي كانت معاك في الطوموبيل. تخيلوا شكون كان، فاميل دار عمي من بعيد، يعني احنا ما نعرفوهمش.
مي هكذاك انا وافقت، شفتو باللي راجل مناسب وفي الزين نتاعو والحطه يبان الله يبارك. وبابا راح سقس عليه والحمد لله شافوا باللي انسان يخاف ربي ومن الجامع ما يخرج. هذا كان تصريحات الناس اللي راح بابا ساهم. فمرت هذيك الفتره ودرنا الفيونساي نتاعنا انا وياه، درنا العقد، لكن للاسف فرحتي ما تمتش. فهذيك المدة اللي كنت أنا نحضر ونوجد في الجهاز كيما أي بنت، تخيلوا واش صرا. يما في هذيك المدة ماتت مقتولة، وهذه راهي حكاية واحدة أخرى واحدة أخرى يا ناس. ماذا بيا في أقرب فرصة نعاود نحكيها لك يا أختي في الله، بس أحداثها ثانية رهيبة. كانوا اتهموا بابا بأنه عنده يد في الموضوع هذا، دخل الحبس في هذه المدة. تخيلوا ولينا احنا كاع نسوفريو، عندنا غير خويا الكبير هو اللي خطرات يجيب لنا اللقمة ومرات ما كاش، وبحكم هو كان عنده النيف وما يحبناش كاع نخرجوا أبار القراية قالنا ما تخدموش. أنا قطعت الياس كامل من هذه الدنيا، السند نتاعي اللي هي الوالدة والوالد راحوا. وكيفاش راحوا يا ناس؟ راحوا بأسوأ طريقة ممكن تخطر لكم. ثم كيعرف خطيبي قال لي نحبس انا وياك، ما يشرفنيش اني نتزوج عند عائله فيها مشاكل وفيها محاكم. قلت له محلى فراقك، طلقني يعني وليت مطلقه قبل الدخول، والحمد لله يعني هذا ما كانش بروبلام، ولا انا كنت بنت شريفه وعفيفه شداني فيه وما نديرش علاقات غير شرعيه. ولينا انا واختي اللي اصغر مني نقنعوا في خويا باش هكذا نخرجوا نخدموا، على بالكم بلي ما يكفي كفايك تكون عائله الله يبارك، احنا كنا سته. خويا هذا كان مهتم بينا وخيره ما نساواش حتى يحطوا فوقنا شليقه البيضاء. ايه باسكو صح كان الراجل نتاع الدار، وكنا كي نروحوا نزوروا بابا في الحبس هو كان دايما يقولنا انا بريء وخاطيني الشهاده كامل، ما عندي حتى يد في الموضوع، تهموني غير في الباطل. انا نروح نشوفه هكاك نولي نبكي عليه، لكن ما عندنا حتى حل نديره. جوزنا هادوك السنوات كامل. بعد ما بابا خرج من الحبس انا وليت تقريبا في الثلاثينيات من عمري، على بالكم جا وخطبوني يحصره ويحصره. لكن للاسف الشديد كل ما واحد يجي ويسقسي عليا تما في الحومة يقولوا له بلي هاد البنت اللي حبيت تزوج بها باباها قتل يمها، شاعت فيه مسكين، ربي وكيلهم ان شاء الله. واي واحد من هاد المنبر يقطع بمكتوب طفلة تكون نقية وعفيفة نقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. جوزنا يا مات ولا نقول سنين صعب صعب. اختي تعرفت على واحد الشاب هو جا خطبها وسبحان الله تزوجت معاه وهي فتحت لنا كاع البيبان. اختي الوسطانيه تانيك زادت تزوجت، هدرت معاه ما خبيش عليكم وعطيت له الفيسبوك نتاعي، ولينا نحكو مع بعضنا كل مره، واكيد لازم عليا نحكي له على دارنا بس على بالي باللي الناس يحكوا له كلام طالع ونازل اكثر من اللي راهو. هو قال لي ما تقلقيش انا راني واقف معك وراني ناوي ندير معك الدار ونتزوجو. صدقته كي البهلوله وقلت ايه يحبني وعلاش لا، باين بلي ما راهوش رايح يدير لي عفسه ماشي مليحه. لكن كنت غلطه باسكو هذا الشاب اللي جا خطبني كان يحوس غير يدي الاسرار نتاعي ونتاع دارنا. مع مرور الايام ولا يعايرني بكامل لي ديفو اللي كانوا فيا وحتى الشي اللي صار ما بين بابا ويما. انا قلت خلاص مادام عرف اسراري وراهو يعاير فيا قبل ما يتزوجني بين بلي كي نتزوجو ويولي كتر. بصح هكاك اختي كانت تقولي ما تقلقيش الراجل دايما يكون متقلق، ومادام راهو يعاير فيك ويعاود يجي ويطلب منك سماح اعرفي بلي هذا راهو يحبك. قلت ايه صح عندها الحق اختي. اي قررت اني نتزوج معاه ونسرعوا في اجراءات العرس. للعلم في المدة هذيك انا كنت شاورته وقلت له لقيت خدمة في كوسميتيك الا نروح نخدم. هو قال لي ايه. للعلم خويا بالسيف ولا خلاني نخرج، قال لي انا نوفر لك واش تحبي، لكن المصاريف تاع الجهاز وكاع كي بدات تزيد. انا قلت له بزاف عليك خويا، دراهم هادوك دسهم ليك خبيهم باش كي تجي العروسه تفحشش فيهم، ماشي تمدهم لي ليا وانا عندي راجلي. الحمد لله حتى خويا قناع وخلاني نخرج نخدم، بصح ما خدمتش بزاف تقريبا 8 شهور برك، الفتره اللي كنت فيها مخطوبه. قعدت في هذاك الكوسميتيك كنت نخلص 1.4 مليون للشهر، والحمد لله يعني كانت تكفي وتوفي، كنت نشري غير في الجهاز. اما مصروف الدار كان متكفل فيه خويا ربي يحفظه. وتانيك تزوج زوج خياتي يعني نقصوا عليه بزاف بزاف التكاليف نتاع الماكله وكاع. واحد الخضره كنت قاعده في الكوسميتيك خرجت بكري جويه 3:30،
ايوا نلقى خطيبي واقف عندي، قال لي واش راكي ديري هنا؟ قلت له يا اخي على بالك بلي انا نخدم. قال لي ماشي قلتي لي اليوم نخرج على 10؟ قلت له ايه. قلت لك اليومات هذوك كان راح يقرب علينا رمضان. قلت له ايه على بالي بلي رمضان ولازم علينا نقضوا شويه، مي معليش خليه غدوه ان شاء الله. المهم انا يا شفته مقلق في وجهه، للعلم هو ما كانش يسكن بعيد بزاف بزاف على هذاك المحل اللي كنت نخدم فيه. راح وانا عاود وليت لدارنا. غدوه من داك قلت نروح نخدم ونخرج على 10 نتاع الصباح وما نخبروش، درتها ورحت دوست على الحومه نتاعو، قلت نشوفه من البعيد ونعاود نرجع للدار. كيما قلت لكم كنت حابه ندير له مفاجاه، يا ريتني ما درتلوش. السيد لقيتو يخون فيا مع وحدة جارته واقف معاها. انا قلت نورمال راهم بالك يحكوا غير مع بعضهم. تناقشت معاه نقاش حاد في هذاك النهار وقررت اني نحبس معاه، لكن هو ولا يقول لي لو كان تحبسي معايا نقتل روحي ونقتلك باسكو نحبك بزاف، وتانيك لازم علينا نتزوجو ما قعدش قد اللي فات. انا تزوجت به على اساس صح كانت علاقه عابره وما كاين والو ما بينه وما بين هذيك الجاره، بصح يا ندمتي واش درت. تزوجت معاه ويا ريتني ما تزوجتش، بس كل يعامل لي معامله قاسيه، كي نغلط ونهدر ولا مرات نحكم البورطابل نتاعو ونقلبو يقتلني بالضرب ما يخلي ما يبقي فيا. على بالكم وليت ما نتحملش المعيشه هذيك، نروح نشتكي لخويا مره على مره هو يحكمه يدير له اللي ما يندرش، بصح يقعد سمانتين ثلاث سمانات يعاود يولي لطبايعو، ضرب سب شتم زياده على هذا كامل. يماه يماه اللي كانت تحرشو عليا، اي حاجه نغلط فيها مثلا كي نطيب طياب ماشي بنين ولا مسوس مالح تقولي وشنو هذا، يديك مكسرين ومقابلين فمك، تضلي في الزنق بحكم العمل اللي كنت نخدمه راجلي هو اللي قال لها تضلي في الزنق وما تعلمتي حتى صنعه. ايه تعايرني بهذا الشيء. انا واحد تربي مع هاد العائله اللي طحت فيها، قلت عشت البؤس والفقر في دارنا، وجيت لهنا قلت نتهنى راهم يعايروا فيا. ايه نسيت باش نخبركم باللي الحكايه نتاع يما وبابا والمشاكل اللي كانوا يصراو ما بيننا وما بين دار عمي، على بالكم باللي راجلي خبر كل حاجه يماه، يعني وليت نبان لها فريسه سهله، وقت اللي تنفح لها تعايرني، وقت اللي تنفح لها تسبني، المهم كانوا عندها كامل نقاط الضعف نتاعي، وانا هذا الشيء اللي ما وليتش نقدر نتقبله كتر وكتر. شحال من خطره نروح نغضب في دارنا، مرات نقعد سمانتين مرات سمانه ما نطولش بزاف، مي هكداك هو راجلي ما على بالوش بيا، نروح ونحاول نرجع لداري. ما مختي اللي كانت متزوجه قالت لي الصبري الصبري دوك يجوك الاولاد وراكي راح تتهناي، لكن ربي سبحانه ما رزقنيش بالاطفال وهذا الشيء كان لحكمه من عنده. واحد الخطره كنت حابه نروح لدار خالي، قلت لراجلي هو سمح لي وقال لي روحي مع خوك انا ما نديكش، بس سمعت باللي كان مريض بزاف. رحت لدارنا تلاقينا كامل حنا الخيات، انا رحت مع اختي وراجلها واختي واحدة اخرى اللي ماشي متزوجه، اما بالنسبه لخويا دا خياتي طوموبيل نتاع بابا. لحقنا لدار خالي، دخلنا سلمنا على مرت خالي، هما بصراحه كانوا يسكنوا في بناءات فوضويه اصلا ماشي نتاع هذيك الدار، كانت عايشه مع جوزتها والضيق سكتو برك مساكن، لقيناهم يسيلوا بالعرق، كنا في زمان الصيف. دخلت تما وقلت السلام عليكم، واحد ما رجع لي مع انه كانوا كاع تما اهل زوجها. اي دخلت انا سلمت على راس خالي وقلت له ان شاء الله ربي يجيب لك الشفاء ما يكون غير الخير. قال لي يا بنتي هذا وين جيت طلع عليا عندك سنوات ما جيتيش. قلت له اسمح لي خالي لا غالب راني غير كيما تزوجت راني عروسه. خبرته باللي العرس نتاعي فات والحمد لله. المهم هو خزر فيا واحد الخزره تاع علاش ما عرضتونيش، حنا ماشي ما عرضناهمش ولا، انا على بالي باللي هذه مرت خالي ما راهيش رايحه تجي، كنا نعرضوهم من قبل وما كاين والو. مي هكداك وخالي هذيك الفتره كان مريض بزاف بزاف، ومرت خالي هذه قعدت غير تشتكي لبابا وخويا وخياتي، وقالت لنا بلي لو كان يروح لنا هذا الراجل اللي هو السند نتاعها راهي رايحه تلقى روحها في الزنقه مع زوج ولادها ذكورة وحدة طفلة، يعني عندها ثلاثة. أنا يا قلت لها ما تقلقيش مرت خالي إن شاء الله ما يكون غير الخير وخالي نوض على رجليه ويولي يتمشى. قالت لي لا لا ما يتمشاش بس كل أطباء أعطاو لنا أمل ضعيف ضعيف، يعني هذاك الأمل نخلوه غير في يد ربي سبحانه، ادعوا له هذا ما كان. أنا وليت نبكي كي هضرت لي هكاك، حسيت واحد الإحساس غريب. مهم رحنا جوزنا تقريبا ساعتين عندهم،
ولينا للدار ولا حديث الساعه هو خالي، وش بيه وش من المرض عنده، علاش راهم مخبيين علينا. وانا استغربت، قعدت نتكلم مع اختي الكبيره وقلت لها والله ما يحشمو، كي خالي الاخر كي خالتي كامل العازبات، علاش راهم يعاملوا كيما هكذا مرت خالي. قالت لي انت عرفتيها واش تكون؟ قلت لها واش تكون، لبس عليها ما شتيش كيفاش رحبت بينا. هي صح ما تحضرش وما تضيفش وما تجيش عندنا، صح ماشي معناتها يعاملوها هذيك المعامله السيئه. وزيد سمعتيها كي قالت له كان يموت راجلي راهم رايحين يحاوزوني؟ قالت لي ودي عايزه كلام، باينه باللي خالك راح يحاوزها. قلت لها والله لا عيب عليهم، واش نديرو، ربي معاها وخلاص. تخيلوا بعد مرور اسبوع برك سمعنا باللي خالي توفى ربي يرحمه. احنا رحنا للجنازه حضرنا، مرت خالي مسكينه تبكي بالشهقه وقالت لي باللي شوفي مانك، شوفي مانك كيفاش رايحه حابه تحاوزني ومام خالك الكبير. قلت لها تحاوزك كيفاش هذا، العده نتاعك مازال ما كملتيهاش، ما تقدريش تخرجي من هذا الدار. قالت لي المشكل ماشي انا اللي راني حابه نخرج، امانك وخالك. قلت لها كيفاش؟ وما نسمح لهمش بهذا الشيء. رحت لعند اماني، خزرت فيا ودارت لي بصبعها من فوق للتحت، يعني كيلتني وقالت لي ايه انتي البارح كنتي قد الشكاره نتاع الحليب، دركا وليتي تجي تحبي تصلحي وحبيتي تعرفي باللي احنا غالطين، على باليش باللي انتي راكي مرشده ولا السيخوك راهو ايمان في كاش مسجد. سمحونا يا خياتنا تفضلوا، على بالكم اليامات هادوك قسم بالله غير تجوزناهم مكحوله، كنا نروحوا بزاف لدار خالي هكذا باش نعقلوا خالي الكبير وماني. انا قلت هذيك راهي عجوزه كبيره وخرفت من عندوهاش، مي بصح خالي وخالاتي ثلاثه اللي كانوا ماشي متزوجات، سمحولي هذه ما راهيش عقليه كامل. غاضتني والله العظيم غير قطعت لي قلبي، خاصه انه عندها بنتها صغيره ترضع تتربى. قلت لها شوفي يا مرت خالي انا ما نسمح لكش تخرجي وتقعدي في الزنقه، الا كان حاوزك من هذا الدار دارنا مفتوحه ليك. خويا كان واقف وخبطها في كتفها وقالها يا مرت خالي راني هنا الريح ما يقيسكش. خالي شاف فيه وقال له تفضلي الراجل طير من هنا وما زيش تعاود ترجع. خرجنا من تما رحنا للدار، شويه هكذاك رن التليفون تاع خويا، المهم العياط والزقه داير حاله. مرت خالي عيطت له قالت له شوف كيفاش ما راهمش مخليني نكمل العده في داري، قالوا لي خرجي من هنا. احنا ما كناش نعرفوا الداخليه هذا الشيء مفروغ منه، وما كناش نحوسو تانيك نفهمه، يعني انا يا كان همي الوحيد انه مرت خالي تقعد في دارها كي هي كي وليداتها، كانت تسال غير شنبرا معاهم، ما عندهاش مسكينه دار وكانوا بناءات فوضويه، مي هكذاك وخر من اللي ما كاش. هيا قالها خويا شوفي اقعدي في الدار انا درك نجي نديك. نوض هذيك الطوموبيل تاعو، تخيلوا ما حبتش تنوض. من بعدها جاو جيرانا كامل قعدوا يطبعوا فيها، الحمد لله واخيرا ناضت وبصعوبه. يا ناس الطوموبيل ما ناضتش، اشاره من عند ربي سبحانه، ودوك راكم رايحين تتاكدوا تانيك من واش صرا. هو راح جاب مرت خالي وولادها دخلهم لعندنا وقالها ربي وكيلهم، صاي ما تعمريش راسك ادعي لهم بالهدايه هذا ما كان. المهم هي قعدت معانا اكثر من سمانه، من اللي دخلت لدارنا والله العظيم يا خياتي ويا خاوتي غير ما شفنا الخير. على بالكم باللي خويا دار حادث في مكان العمل نتاعو وتعوق من رجله، واما بالنسبه لبابا ولا طايح في ركنه احنا اللي نخدموا عليه. المهم هي دائما تشوف فيا وتقول لي على بالك والله العظيم غير راني عايشه معاكم وحشمانه، وللعلم كانت ترقد كي هي كي ولادها مع خياتي هذوك العازبات، وما كانتش كاع تخرج قدام بابا تحشم منه بزاف، كانت ساترة راسها. وكينا انا نحكي لها على اهلها وعلاش ما جاوش ليها علاش ما رفتوهاش، تبدا تقول لي انا راني حشيشه طالبه معيشه، لو كان نروح لعند بابا ويما يقتلوني، انا عندي نسا الخاوه. وهي صح عندها 4 خاوتات رجال الله يبارك كامل عندهم نساهم وعرات، قالوا لها بالك تجي لهنا بحكم هما اللي كانوا متكفلين بالاب والام نتاعها، كانوا كبار في اللاج حاشاكم ما يمشوا غير بليكوش. المهم قلت لها صاي راكي قاعده هنا عندنا حاجه ما يخصاتك، الحمد لله كيما تعرفوا المصاريف نتاع دراري صغار ماشي كيما تاع واحد كبير يدبر راسه ويروح يخدم. ايه خويا زياده على مصروف الدار كامل ولا يخدم على مرت خالي وولادها وبنتها الصغيره، هو اللي يشري لها الحفاضات ويشيلها الحليب
نتاع الدراري. إيه هو كان يخدم لي وجه الله تعالى، كان يطيح وينوض. صدقوني بعد ما دار هذاك الحادث خلاص ولينا نروح نلقطو غير عند الجمعيات شوية مصروف دراهم، والناس تانيك ولاو يصدقوا علينا كل خطرة وشنو. وانا كي نجي من داري مرات نجيب ريفي طايمة، نجيب مصروف من عند راجلي ونصرفه في دارنا. وحتى خياتي الزوج اللي كانوا متزوجين الحمد لله هما كانوا عند ناس اغنياء الله يبارك، يجيبوا الخير والخمير للدار كل خميس وجمعة. واحد الخطرة انا دخلت للدار صبت مرت خالي قاعدة مع بابا، قلت او كيفاش هي قاعدة معاه يا اخي كي نكونوا تما، تجيها الحشمة ما تقدرش مام با تخزر فيه، ودركا ولات تقعد معاه في طابلة وحدة. للعلم نهار هذاك انا كنت دخلت على غفلة وعندي المفتاح نتاع برا، بعد هي شفتها باللي طروشت ولات ما تعرفش من بالطريق منين راحت تجري للشامبره. بعد دخلت موراها قلت لها اسمعي ممكن تفهميني وتفسري لي القعده نتاعك مع بابا، احنا جبناك هنايا رانا صغارينك حتى ان شاء الله ربي يفرج عليك ماشي باش تولي تقعدي مع بابا. خزرت وقالت لي شوفي يا بنتي شحال من خطره راني حابه نهضر معاك مي راني خايفه. قلت لها واش راكي خايفه، خرج ربي عريان يكسيك الا انتيا راكي ديري في حاجه ماشي مليحه هذه ربي سبحانه ما يحبهاش. قالت لي لا لا حاشا يا بنيتي انا باباك طلبني للحلال وماذا بيا نتزوج معاه على سنه الله ورسوله، وراني عيت لخاوتي وحكيت معاهم وقلت لهم باللي فلان على باباك راهو حاب يتزوج بيا وهما راهم موافقين، اصلا ماذا بيهم يتهناو مني وانا كراني قاعده هنا يا بنتي راهو عاجبك الحال. قلت لها ايه بصح ما توقعتش انك انتي في يوم من الايام تتزوجي مع بابا، ما نيش متقبلتها وخلاص قعدت نهدر كلمة تفهموها وكلمة لا لا. مهم خزرت وقالت لي سمحي لي بنتي على بالي بلي الشي هذا ما راكمش رايحين تحبوه وراكي تشوفي في باباك صحته راهي غير تدهور وما كاش كيفاش يقعد هكذا يستنى غير فيكم وخياتك العازبات هادو ما يخدموا ما يشوفوا صوالحهم، يعني لازم له مرة اللي تتهلا فيه. خزرت فيها وقلت لها اخويا على باله، قالت لي ما على بالوش مي بصح انتوما اللي تتكلموا معاه ماشي انا. قلت لها سمحي لي انا ما ندخلش روحي في الموضوع، الا كانك حابه انت تتزوجي مع بابا ربي يسهل عليك، انا هاد الشيء ما نقدرش ندخل فيه. المهم انا دق خاطري وما حبيتهاش، ايه على بالي المخلوقه طلبت الحلال وهذه حاجه عاديه، مي بصحش اللي ما قدرتش نتقبله ابدا هو كيفاش دخلت بصفه لهذا الدار بعد مرور شهور برك ولات بصفه واحده اخرى حتى الحشمه وتنحت منها. كيفاش السيد ما راهو داير معاه لا فاتحه لا والو تقعد معاه في طابله وحده ويستقهواو، هذه العقل وما يتقبلهاش. انا كانت عندي اختي اللي متزوجه هي اللي قريبه بزاف بزاف معايا، عيطت لها وليت نحكي لها واش كان يصرى، مرت خالي اللي دخلناها خرجت لنا خرجه ما كناش كاع نستناو فيها. ايه هاد الخرجه قليله دورك تشوفوا واش جامور هاد الخرجه. احنا قررنا ان نزوجوهم مع بعضهم هكذا نسطروا على المخلوقه وهذوك الدراري، وتانيك بابا يلقى اللي تتهلا فيه وتقعد معاه. اخويا تصدم كي حكينا له بصح بيناتنا قال لنا شوفوا نتوما واش يخرج عليكم ويساعدكم. تم زواجها مع بابا، زواج عادي ماشي حاجه كبيره ولا، درنا عشاء وجبنا الامام دار الفاتحه ووالديها كانوا موافقين والعكس كانوا فرحانين سكتوا برك، حتى انهم جابوا لها دي كادو وتوسوا لها سبحان الله لهذه الدرجه كانوا حابين يتهناو منها. ما بخاوتها وحتى نسخاوتها وليت نحس الكره في عينيهم من ناحيه مرت خالي، علاش يعملوها هكذاك؟ ايه انا ما ندخلش روحي. عاودت وليت لداري وراجلي ايه كل دقيقه يطرطق لي بحكايه جديده، وليت نراقب له الهاتف نتاعو كل خطره نصيبو يخدعني مع بنت. انا هنا كيما نقولو الحق الموس للعظم، راجلي وليت ما نتحملوش ولا على صغيره وكبيره يضربني يعايرني وحتى يعايرني بمرت خالي اللي دخلناها لدارنا عشات متزوجه مع بابا. مره صبتو يحكي في التليفون مع بنت خطفت له البورطابل وصبت الرقم لمارفا نعيط له تعطف له، وكي واجهته هو قال لي هذا هو القماش دي ولا خلي عجبك الحال عجبك ما عجبكش طيري من هنا ما تعاوديش ترجعي لي ابدا، اصلا انا راني مدي سيدي باش نعاود زواج وهذا شرع نتاع ربي سبحانه الا قبلتيه اللهم بارك تعيشي كيما نسا كي تاكلي تشربي، وإلا ما تقبلتيش هاد الزواج ما على باليش به الطلاق اللي راهو رايح يفريها ما بيناتنا، اصلا وحده كيما انتي شكون راهو رايح يقبل بها. ايه وكان نحكي لكم على الكلام الجارح ولا غير نكتب كتاب
وما رانيش رايحة نكمل. رفعت قضية نتاع خلع، اتطلقنا رسميا أنا وياه، وعاودت وليت لدارنا، عشت مع أهلي مع خياتي ومرت خالي، ولا نقول مرت بابا. تخيلوا ملي وليت نسكن تما اكتشفت أشياء وأشياء، سبحان الله كل حاجة عند ربي فيها حكمة. أنا كي وليت لهذيك الدار ماشي هكاك برك باش نكتشف الأخطار والشي اللي كانت تعمل فيه مرت خالي البابا. من نهار اللي دخلت تما صحة خويا وبابا راحت، صحتنا كامل ولات تدهور. أنا وليت نعاني من ليستوما نتاعي، وكل ما نروح نفوت ما يلقاو عندي والو في ميسكم. علاش؟ بسبب السحر والشعوذة. واحد المرة كنت قاعدة عادي، رحت الكابان تاع مرت خالي باسكو قالت لي جبدي لي فيها حجاب جديد شريته، هكا تلبسيه الا كان جاك اديه، والا كان ما جاكش نعاود نرجعو لمول الحانوت بحكم هو جاها مزير بزاف. رحت لتماك لقيت واحد الكوارط غريبين، بعد قلت ما ندخلش شي هذا ما يخصنيش، جبت هذاك الحجاب هيا انا لبستو جاني عادي. سبحان الله غير لبستو حكمني النمل في رجليا، وليت شبه معوقه ما نقدرش نتمشى ابدا. وكي وليت نسقسي فيها قالت لي بالك من المشيه، جراو بيا من راقي لراقي. الحمد لله اللي انا وليت نتمشى غير بالعقل. يوسف ريت تخيلوا اخترت كنت نحبي باش نروح الكوزينة نشرب ما، ولا مرت خالي هذه كانت قايمة بيا وتتهلا فيا على أحسن ما يرام، مي بالصح ما على باليش باللي هي مولات دعوتي. واحد المرة أختي كانت خرجت باش تدير ستاج نتاعها بحكم دخلت لوحدة التكوين المهني هي وصحبتها، جاو كيف كيف للدار قعدوا يخربوا في الخزانة نتاع مرت بابا في غرفة النوم نتاعها هي وبابا. انا قلت لهم ما تدخلوش في اشياء ما تخصكمش، وهي قالت لي لا لا مرت بابا عندها صوالح بزاف شابين، انا حابه نوريهم لصاحبتي. قلت له وش بيك هادو اشياء خاصه ما لازمش تدني ليهم، على بالك لو كانت تجي وتعرف بلي مسيتي لها خزانتها ما تحبش. قالت لي بعدي بعدي انتي ما راكي فاهمه والو. على بالكم اختي وش دارت؟ كانت فايقه لمرت بابا وشحال من خطره تشك فيها، على هذا قررت انها تفركت لها كامل الخزانه، وتم صابت واحد الاشياء تحبس الراس نتاع الصح، كتابات وواحد الحوايج بيزار. المهم كي سقساتني قلت لها انا ما نعرف حتى حاجه. هم بعدا قالت لي هي الحابسه هادو راهم مسحور، مرت خالك راهي هنايا قاتلتنا ودمرتنا بسحور، وانتي راكي ساكته اكيد شفتي نهار تكتفتي وما قدرتيش تمشي هي سبابك. سيتي بلي حجاب لبسته لك وقالت لك جديد ما جانيش. بديت نتفكر في احداث بزاف صراو من قبل، وتما تاكدنا باللي صح صح راهي تدير سحر وشعوذه. ناس دارها ولا نقول خالي وخالاتي كرماوها وحوزوها من هذيك الدار ماشي هكذاك برك. وعندنا معلومه اخرى باللي هي كانت تدير السحور الخالي وقتلاته به. على هذا انا قررت اني نروح لدار خالي باش هكذا نستفسر ونعرف الداخليه والمشاكل اللي كانوا. حكيت لهم وحكيت لهم تانيك باللي زوجناهم مع بعضهم وراي عايشه معانا. على بالكم اماني حطت يدها على فمها اتخلعت، قالت لي علاش ما جيتيش شاورتيني، انا عم بالي راكم حاطينها تماك ضيفه وراحت. حكيت لهم كلش. على بالكم تشوكاو فينا وقالوا لنا هذيك اكبر سحاره، ولاو يورولي في بزاف حوايج كانت تديرهم. على بالكم كانت تروح للمقابر وتدفن السحور والعياذ بالله، وحوايج كيما نحك وتفاصيل مانيش حابه ندخل فيها. ولا غير يا اختي في الله راني نحكي وقلبي يوجع، الدمعه راهي رشقت لي ما بين الشفر والشفر. بس دخلناها بالنيه مع الاخر خرجت لنا عدوه. جده ولات تقول لي يلا نروحوا عند الراقي يا بنتي، ما نقعدوش كيما هكذا دايرين يدينا فوق خدودنا ونشوفوا في هاد المره اللي دمرت اسره ورايحه حابه تزيد تدمر الاسره نتاعكم. المهم انا وليت نبكي وخايفه بزاف، وزدت خبرت خويا بكلش. هو هبل قال لي كيفاش كيفاش هاد المره درنا فيها ثقه، علاش دخلناها للدار؟ هم بعد ولا يلوم فيا انا وخياتي، بصح حنا اللي قنعناه باش ندوها معانا لانه غاضتنا في هذوك النهارات. زدنا حكينا لبابا وفهمناه وطلقها رسميا، حوزناها من الدار، والله اعلم الى يومنا هذا وين راهي عايشه، هي لا راهي حيه ولا ميته،
كي هي كي ولادها، حتى خالي وخالاتي وجده وجدي تبراو منها وقالوا هادوك بالك ما راهمش ولادنا. بس خالي كان طاريح الفراش، حكموا هذاك المرض بعد الشر عليكم، كان دايره فيهم الباطل، قاتلتهم ودامرتهم بالسحور، ربي وكيلها ان شاء الله. المهم احنا خرجنا منها كي الشعره من العجين، انا راني نرقي ومداومه على الرقيه وعايشه مع اهلي، خويا تزوج وجاب لنا اجمل عروسه راهي ساكنه معانا والحمد لله. بالنسبه لطليقي عاود زواج مع هذيك الجاره اللي هذيك الخطره لقيتو معاها قبل ما نتزوج به، ربي وكيلو حتى هو. هذه هي كل حكايتي، ان شاء الله تكون عبره لمن يعتبر الكامل المشاهدين وما يديروا الثقه في حتى واحد، ربي وكيل كل انسان يأذي خوه ولا يدير السحر وشعوذه. ربي يجيب الخير ويعطيك الصحه اختي في الله، وعلى قناتك وعلى فيديوهاتك الرائعه، احلى جام احلى في الله.